مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج فضاء المستهلك. موضوعنا لها اليوم هو على سماعات الهاتف النقال ولا ليكيتما، اللي هي من اخر ابتكارات التكنولوجيا الحديثه واللي جات كنتيجه حتميه للتطور السريع في اجهزه وسائل الاتصال، وين ما يقدر حتى واحد يلغي وظيفه تاعها وتاع تاني لي بورتابل. سورتو حنا رانا في عصر السرعه، بصح مالوغوزمون بعض الاشخاص ما ولاوش يستعملوها في اطارها ونطاقها الصحيح، الشيء اللي راه يسبب في اضرار. باش نتعمقوا اكثر على موضوعنا خليكم تشوفوا بعض التفاصيل على الكيتما. في الوقت الحالي ولا كل واحد يقدر يسمع لا موزيك اللي يحبها سوب ام بي 3 ولا البورتابل. على هذا ولينا نشوفوا بعض الافراد الكيتمان لاصق في ودنهم في لي تاكسي، كيمارسوا الرياضه في الزنقه وحتى كيروحوا يشريوا، وكل واحد السبب ديالو اللي يخليه يستعمل كيتمان. مي البنات هما اللي يستعملوهم اكثر باش ما يسمعوش لي كومونتير تاع الغاشي برا اللي يضايقوهم بزاف وباش يمشيو اليز. اكيد بزاف منا يستعمل كيتمان ولا سماعات الهاتف النقال، بصح كيما عندها ايجابيات عندها سلبيات، وهذا كل واحد يكثر من استعمالها وكيكون استعمالها تان عشوائي سورتو على مستوى الشوارع، واللي نشوفوا بعض الافراد يستعملوهم باش يسمعوا لا ميوزيك ولا الراديو اللي الصوت ديالهم نسمعوه من بعيد، واللي تخلي مستعمليها في عالم واحد اخر غير العالم اللي راهم فيه. وعلى الرغم من التحذيرات على مخاطر الادمان لاستعمال سماعات تاع الهاتف النقال من الناحيه الصحيه، رانا نشوفوا انه استعمالها السلبي يتضاعف يوم مور يوم، والناس راهي ضربه الدنيا بكتبي. الكتمان وسيلة داروها باش تسهل الحديث مع الطرف الآخر بلا ما يرفدوا التليفون، بصح الناس ولو يستعملوهم لأغراض أخرى واللي ولا تقتصر مهمتها الأساسية بإلصاقها بالأذن باش يسمعوا الغناء والراديو طول الوقت. وشحال من مرة نشوفوا بعض السائقين يسوقوا وما يسمعوا الموسيقى بلا ما يجيبوا خبر بلي حياة الناس راهي في خطر، وشحال من حادث مرور صرا على خاطر واحد كان يسمع الموسيقى وما سمعش الكلاكسون، والنتيجة توفى ولا طغى ليزا كيما واش صرا في عين النعجة لواحد الشخص اللي دحسو طخا باسكو كان بلاصي الكتمان وما شافوش كي كان جايز. الاستمتاع لمدة ساعة على أجهزة تشغيل الموسيقى وحتى التليفون يقدر يسبب في مشاكل في السمع تقدر توصل بالواحد أنه ما يوليش يسمع. وعلى حساب الأخصائيين تثبيت السماعات في الأذن يخلي البكتيريا تنمو بقوة داخل الأذن، على هذا اللي يحبوا الموسيقى ما عليهم غير يخموا زوج مرات قبل ما يسلفوهم واللي يروحوا من أذن لأذن. كما شفنا في الفيديو كل واحد عنده سبه اللي تخليه يتوجه للكيتمان، بصح نساو باللي الكيتمان كيما عنده ايجابيات عنده سلبيات. نروحو نشوفو في ركن ثقافه المستهلك مع امينه خليل واش راي الناس في الكيتمان ويدا يعرفوا الاضرار ديالهم. تابعوا معنا. ما نديرش بزاف الكيتمان، ما نستعملهمش بزاف. ضر شويه الاخر الودنين تاعك، ما يقدرش دوكا تسمع دير توجور الكيتمان دير الفولوم تاعو ياثر على الودن مليح. بون ابارامون دي زيفي نوسيف سور سور لي زوري. باش الناس ما يسمعوش واش انا نسمع معاه. دي فوا نهضر به كي بون كي درت حيجه اون بليس. تري رارمون كي نكون هكذا زعما اون فواتور ولا سينو ما نديروش كاع. الكيتمان ما نستعملوش بكثره، نستعملو في اوقات يعني ماشي كي تكون حاجه ضروريه. كاين نقعد وحدي نقعد نسمع شغل نحب نسمع وحدي. ندير كي نقعد وحدي ما نديرهمش كي نكون نمشي برا ولا. كي نرقد في الليل ندير الكيتمان باسكو ناعية بزاف شايد تيليفون على بها ندير الكيتمان. لا بليبار كي نكون انا كبار باغ اكزومبل بوس ولا هكذا تكون طريق بعيدة شوية نستعملهم، مي هكذا كي نكون في الدار قاعدة كي نكون نقرا ولا ما نستعملهمش. باسكو التليفون كي تروحي تشريه بالكيتمان والشارجور. دي فوا تكوني ماشيه في الطريق هكذا ديرونجمون بزاف الواحد ما يمرضي يدير الكيتمان ما يسمعش ديرونجمون. اي تكوني اليز خير. ما نهدرش كاع في التليفون، نهدر نستعملوه غير مع الدار، انا ما عنديش علاش نستعملوه الكيتمان. وصلنا مشاهدينا الكرام لفقرة النصائح واللي راح نحاولوا من خلالها تقديم بعض الارشادات والتوجيهات اللي تساعدكم للحفاظ على صحتكم. Thank you.
الاستعمال المفرط لكيتمان يؤدي لنقص في حاسة السمع بشوية. الواحد في الديبو ما يحش، مي مع الوقت اللي يبان ويعشي في الندامة. لازم تعرفوا تاني باللي على حساب الإحصائيات 25% من اللي يستعملوا لكيتمان باش يسمعوا الموسيقى هما أكثر عرضة لفقدان السمع. على حساب رابطة المستهلكين البريطانيين، استخدام لكيتمان يقدر يزيد من كمية الإشعاعات اللي تمر من الجهاز للإنسان. اللي يسمع 24 ساعة الموسيقى يسبب ضررا في الخلايا الشعرية للأذن الخارجية، ألوغلا اللي يسمع لا ميوزيك اللي تكون قوية ولا فاخت. الإفراط في استعمال كيتمان يسبب في اضطرابات على مستوى الدماغ واللي تخلي الواحد ماشي مركز، سورتو دراري صغار، واللي يسبب آلام في الراس. إذا كانوا لكيتمان من النوع اللي يدخل داخل الأذن، يعني اللي عنده راس صغير، يقدر سوء استخدامها يسبب في أضرار بطبلة الأذن، سورتو إذا الواحد دخلهم ليه داخل قناة الأذن أكثر من لازم. بزاف من الناس يسلفوا الكيتمان ديالهم بلا ما يجيبوا خبر بلي الواحد يقدر يكونوا ودنه مرات وينقل تاني الميكروب لشخص واحد آخر. يعني هذا الشيء يقدر يسبب تاني في أمراض جلدية. والاستعمال صحيح للكيتمان ما عليكم غير ما تدخلوش مليح داخل ودنيكم هكا باش ما يوجعكمش راسكم على جال الضغط. وتاني تشريو لي كيتمان دو بون كاليتي وماركة معروفة وتسمع مليح ماشي بمطبع. ما تكتروش بزاف من لي كيتمان غير عند الضرورة، يحب يقول لا إفراط ولا تفريط، يعني اسمعوا في حدود المعقول. كانوا هادو مشاهدينا هاد النصائح فيما يخص موضوع لي كيتمان. على بالي بلي راكو تسناو في فقرات التدبيرة، والزميلة فهيمة بن سعيد جبت لنا اليوم اون استوس اللي تقول كيفاش تخفوا من الام تاع الودن، سورتو اللي يستعملوا بزاف لي كيتمان باش يسمعوا لا ميوزيك. تابعونا هنا. بما أن موضوعنا لنهار اليوم على الكيتمان اللي على بالنا بتسببه في مشاكل في الأذن، جبت لكم اليوم تدبيرة تساعدكم بزاف باش تعالجوا آلام تاع الأذن. ما عليكم غير بصلة تكونوا قطعتوها إلى قطع صغار، رفدوا أن تورشون، حطوا البصلة عليه وطبقوا لو تورشون كيما راكو تلاحظوا. أنسويت خذوا موس ولا يد تاع مهرس وزيروا على البصل باش تستخلصوا الماء ولا عصير تاع البصل. من بعد حطوا لي تورشون على الودن اللي توجعكم وغطوا عليه، راح تلاحظوا كيفاش راح يخف الوجع. كانت هذه لاسوس تاع اليوم فيما يخص موضوع الكيتمان، نتمنى تكون عجبتكم وراح تسيوها في الدار. ما عليكم غير تسيوها. مشاهدين بهذا لاسوس نختموا عدد اليوم ونقولكم باللي لقائي بكم يتجدد نهار الاربعاء ان شاء الله مع موضوع جديد. وما تنساوش ترسلونا لانه المواضيع اللي طرحوهم لنا رايحين نعالجوهم. ما بقى لي غير نقولكم كونوا اوفياء لقناه النهار وتبقوا على خير. Thank you.